السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا ضمن تخصصات هندسة الموارد المائية هيدروليك هيدرولوجي منشآت هيدروليكية وغيرها من التخصصات، ومجموعة من الأشخاص المهتمين ضمن برامج الـ CFD. البرنامج حاليا اللي نعمل عليه هو الأنسيز فلوينت، وراح تكون محاضراتنا ضمن الأنسيز فلوينت. بعد التواصل من قبل بعض الباحثين بخصوص انه يكون المحاضرات تحويلها تطبيقية على البرنامج بدل ما عمل برزنتيشن عروض تقديمية، بمعنى ضمن البرنامج باوربوينت تكون تطبيقية على البرنامج. فعندنا هنا احد الكيسز اللي مشتغلها ضمن دراسي الماجستير، وايضا راح يكون عندنا مزيد من التطبيقات ضمن البروسيس اللي اتخذناه ضمن المحاضرة الثانية ضمن السلايدز رقم 7. ما قلنا انه احنا CFD موديلنج نريد نشتغل على نموذج CFD، راح عندنا 3 مراحل أساسية اللي هي البري بروسيسنج، وعندنا السوليوشن اللي هو الفلويد الأساسي اللي نشتغل عليه، والبوست بروسيسنج اللي هو الريزلت كيفية، أو CFD بوست نسميه احنا ضمن الفلويد اللي هو الريزلت. أما البري بروسيسنج هو الجيومتري وكيفية تقطيع الجيومتري الميشنج لكي تعمل عليه المعادلات اللي راح نخلي بواندر مالتها ضمن السيت اب، ونستخدم طرق الحل العددي ضمن السوليوشن. وايضا هذا البروسيس اللي مزيد من التول اللي راح يكون، واذا نشوفه هنا عندنا بالانسيز وورك بنش راح تكون واضحه. هنا احد الكيسز يعني اللي مستخدميها احنا الاساس اللي عندنا اللي ما يتغير هو الجيومتري والميشنج. اذا ننتبه هنا انا مقسم هنا السي هذا فلوينت، وهاي سي كيس أخرى. هنا مكتوب العمق، يعني هنا أنا ماخذ أنا تصريف عمق 7.5 سنتيم، هنا أنا تصريف عمق 10 سنتيم، وهنا جاي ماخذ تصريف عمق 12.5 سنتيم. أنا عندي مالتي كيسز كانت عندي ضمن الدراسة الماجستير، فارتأت إنه كل كيس راح أشتغلها أثبت الجيومتري مالتها، بما إنه ثابت أرسم جيومتري واحد، لكن الفلوينت لا عادي أقسمه ضمن الورك بنش الوحدة حتى ينحفظ وحده، ملف فولدر وحده يكون افضل ويكون اخف على الحاسبه حتى لا تضيع الملفات كلها. في حاله صار عندك اي مشكله ضمن الحاسبه، فانت اذا ضاعت كيس بها، يعني خلينا نقول مثل جيومتري بها 3 كيسز 3 رانز، فممكن انه احنا نرجع نشتغلها من جديد. تمام اعزائي، فهنا ننتبه احنا اول شيء عندنا الجيومتري، فانا هنا فاتح السرعه طبعا على مود يكون عندكم بطيء او المقطع طويل ضمن الزمن، فخلي سويت لكم بصيره. فانتبهوا عليه هنا انا عندي الجيومتري. طبعا الجيومتري احنا بعدين راح اوضح بعض الرسوم اللي نقدر نرسمها ضمن الانسيز فلوينت، لكن انتم مخيرين في حاله انه احد الاشخاص عنده معرفه قويه، مثلا نقول ضمن الاوتوكاد 3D، ضمن السكتش اب، ممكن ضمن السوليد وورك اللي هو الانتجريشن مالته السوليد وورك ويا الانسيز كلش عالي، خصوصا اذا عندك في عملك انه بايبس. انا مبدئيا هنا أنا افضل الرسوم البسيطه الرسم بالبرنامج الرسم مالتك نفسه، ولكن في حاله المعقدات مثل توربينز بامبس غيره يعني من الجيومتري، فممكن انه انت تستخدم برامج السوليد وورك مثال. هنا أنا بالنسبه لي مثلا عندي هذني خلى اخفي لكم اياها، يعني هنا اريد اخفي مثلا خفيته هنا، فراح يبين عندنا الرسوم اللي احنا راسميه. هذا اللي احنا راسميه هنا احنا مثلا هذني اول شيء نجي نرسم كل كيس واحد، يعني معنى انه انا عندي جيومتري خلال القناه انا عندي السايد مثلا، انا رسمت السايد بعدين اعطيته هنا اكسترود، هذا اكسترود رقم 1. بعدين رسمت مثلا خلينا نقول الستركتشر الداخلي منشأ كتو دايمنشن من التوب لانه هو الافضل توب، بعدين اعطيته اكسترود للاعلى، بعدين سويت انتجريشن بيناتهم عن طريق هذا الخاصيه، وبعدين ايضا راح احنا اوضح لكم الرسم فيما بعد. شنو المهم هنا ننتبه له؟ هنا مهم جدا شغله اساسيه انه احنا نحدد منو هو الصلب ومنو هو الفلويد. يعني مثلا انا عندي هسه خلينا نجي نظهرها من جديد، انا عندي هذا بالداخل هذني الثلاثه
بالداخل هذا ستراكشر. طبعا راح يجي واحد يقول هل اقدر اطبق ارسم غير ستراكشر؟ يعني مثل الكيس مالتي انا عندي هاي القناه ويا ستراكشر ثاني بالضبط. انا الكيس اللي راح اوضح لكم اياها هاي بالكامل هي عباره عن فشيء اوبن شانل فلو، يعني قانون عام او مثلا بروسس عامه لاي سيميليشن خاص بالاوبن شانل فلو وذ الستراكشر هيدروليك ستراكشر. فأنا بالنسبة لي أخذت هاي، تقدر تأخذ ويرد، تقدر تأخذ سبيلواي أي تايم من أي ستركتشر يعني. فأنا مثلا هذني راح أوضح لكم إياه. أنا إيش أدي؟ أدي ذني الثلاثة هو الصولد. إذا أنا هنا لازم أحدد الماتيريال البودي مالتي هنا هو شنو؟ هو الصولد. هاي ضرورة 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 تحددون الماتيريال مالتك بالضبط هو شو يشتغل. مثلا هنا عندي مثلا الماتيريال هنا شنو هو؟ فلويد لو صولد؟ فلويد. ليش؟ عندي هالقناة عبارة عن فلويد، وهذا اللي شرحناه أو إذا رجعكم بالبرزنتيشن قلنا إحنا هذا ما يهمني، أنا اللي يهمني الفلويد يا هو. يعني مثلا هذا الكيس قد معقد، الرسمة بهالصيغة، الرسم بس الفلويد بالكامل. إذا هنا أنا يوم عندي open channel flow فهذا كل اللي تعتبر فلويد، ما يهمني الجدار الثيكنس قد، يعني الثيكنس مالته ما يهمني مثلا جزء القناة بعد أكثر ارتفاعها. أنا مجرد حد سجل لي زين شو راح أحدد الارتفاع؟ هذا الارتفاع أنا حددته على ماكسيمم، بمعنى إنه ماكسيمم فلويد اللي هو ووتر آن مثلاً الاير اللي هو الهواء. إيش قلت أنا؟ قلت مثلاً عمق القناة، عمق المي اللي عندي خلينا نقول يوصل إلى 12 سنتيم ماكسيمم عندي بدراستي كان بوقت ضمن الإكسبرمنتال، فزودت فوقها 5 سنتيم حتى ليكون عندي تأثير للهواء، واشتغلت الجريان open channel وتمام الوضع، ما صار عندي أي مشاكل. إذا البروسيس اللي عندي هو بروسيس عام. هاي بالنسبة للجيومتري. الجيومتري المهم عندي أحدد إنه هذا فلويد، قلت له إنه هاي المادة فلويد لو صلد أو صلد، فأيضا قلت إنه هاي من أنا حدد الصلد. هذا اللي يهمني ضمن الجيومتري. انت داخل الجيومتري تدخلها من اي مكان، البارت اللي يكون اكثر من جزئيه هي، فانت تحدد الاجزاء الصلد والفلويد. هسه نجي للمرحله الثانيه اللي هو الميشنج. طبعا راح يكون عندنا محاضرات ايضا مثلا محاضرات قصيره على الجيومتري، ممكن تكون بعض المهارات اللي تستفادون منها في حاله الامثله البسيطه، وايضا راح يكون عندنا ضمن الميشنج. انا عندي هنا نوع تراها هيدرا، هذا واضح هنا. بالاضافه احنا شرحنا انه الميش يكون اقرب، يكون عندي تغير هي القنوات مثلا وما بيها اي تفاصيل، فراح يكون عندي الامور كلها نفس الشيء. بس بما انه عندي ستراكشر، اذا انتبهتوا دي يكثف البرنامج، انا سويته اوتوميت انه يكثف بالاماكن اللي تحتاج. انتبهوا هنا ايش قد ناعم، والنوب اكبر والنوب اكبر اللي جاء حتى لا يصير عندي اي ارار ضمن الفلويد. والدليل بعدين اما بسوي تشيك، مرات يقول لك مثلا ضمن تشيك بالفلويد يقول لك الميش بمشكله، ايضا البرنامج هو يتحكم لك بيها. الشغله الثانيه والمهمه، احنا اذا نتذكر على ضمن هاي المحاضره وضحت بالسلايد هنا رقم 9 اللي هو الميشنج. الميشنج قلت لكم انا بالنسبه لي سويته فاين، سايز مالته ابروكسيمات اند كيرفتشر، ايضا الكواليتي مالتي كان هاي سموث، سويت اريده اكثر شيء ناعم، والتترا هايدراس اللي النوع مالتي، وعندي الميش ماتريكس. الميش ماتريكس عباره عن سكاونس واورثوجونال كواليتي. السكاونس قلت لكم اكو بعض الكيسز طاني 79 او 78 او 75 اصغر رقم، فيعتبر ضمن الجود واكسبتبل، فالشيء مقبول يعني ضمن بين 80 94، يعني ما بي خصوصا بالموفينج بوندري اللي احنا كقنوات مائيه او ريفر او غيرها، فكلش زين يعتبر اذا كان الميش بسيطه. راح نرجع للكيس مالتنا، اشوفكم الميش. انا هنا عندي الكواليتي قلت لي ابغى السكاونس، فانطاني الماكسيموم والمينيموم، انا امشي عند الماكسيموم بالسكاونس يكون ضمن النطاق 82، اذا اكسبتبل ما عندي اي مشاكل بيها. اقدر يابا انه ارجع منه اقول له يابا انا اريد الاورثوجونال كواليتي، راح يرجع هو ايضا يحدد لي قيمتها، وهنا راح يكون على المينيموم، مينيموم 0.22، نرجع للشارت 0.22 صاير ما بين 0.20 الى 0.69، اذا هو جود.
هاي احد الكيسات اللي استخدمتها اثناء دراستي بالماجستير. وهذا ايضا اشهر مؤشر مالتي. بالنسبه هذا الميشينج مثل ما كان واضح ما في تفاصيل. هسه يجي واحد يقول زين انا شو يهمني بهالمرحله؟ هسه قلنا احنا بالجيومتري يهمك انه تحدد يا فلويد يا سوليد، والرسم رسمه باي برنامج انت يعجبك، يعني انه تكون فاهمه اي برنامج تكون متمكن من يمه ما بيه اي مشاكل، لك تتاكد انه مفهوم الرسم هو عباره عن الفلويد وليس السوليد. يعني السوليد ايضا راح ياخذ ميشينج فراح يصير عندك الامور معقده اكثر. انا طبعا دا احكي كله ضمن الفلوين، دا احكي ضمن ووتر ريسورس او جنرال فلو، طبعا غير كيسز غير كيسز ممكن يختلف بها التفاصيل. هاي وحده. الشغله الثانيه انا اللي يهمني، الشغله الثانيه مهمه، انا عندي هاي القناه المائيه واضحه، اللي يهمني احدد الباوندري. الباوندري كونديشن من اهم الامور المهمه اللي راح تكون ضمن البرنامج او اي سوفت وير يستخدم الطرق العدديه او اي طرق اخرى. الاكثر شيء طرق عدديه بالفاينات ديفرنسز والفاينات اليمنت والفاينات فوليوم، فهي راح تكون الباوندري كونديشن فجدا مهمه. فانا حددت اكثر من طريقه حتى يفهم البرنامج. البرنامج لازم انت تخليه يفهم انه ايش يشتغل. اول شيء حددت الفلو دومين، حددت هذا الشكل كفوليوم كفوليوم كامل از فوليوم كامل، انه هذا هو عباره عن الفلو دومين. اكتبوا هنا هذا عباره، شو كتب لي هنا كتب لي فلو دومين. اجيت النوبس قلت له هذني الثلاثه الجوي عباره عن جروينز، طبعا اسم ستراكشر مالتي جروينز. اكو ناس راح تكتب خلينا نقول وير دامز اي شيء كان، انت شنو اسم الاستراكشر مالتك ممكن تكتبه وتقول له سوليد. طبعا انا هذا كله فلويد دومين وهذا جروينز وخلاص ما عندي مشكله. ثاني شيء لازم اعرف للبرنامج، طبعا هاي هنا لازم اوضح له هنا انه يا الانلت هذا الجزء حددته، شوف هنا من الجاء راح يسويه بالاحمر، لما اسوي هيك راح يكون هاي نقطه، اذا هذا الانلت راح يكون عندي. اما بالنسبه للجواف فهو الاوتلت، خلاص انا عندي انلت او انته موضوعه. السطح اعتبرته ما موجود على افتراض انه انا مو شرف له فما يهمني. هسه تقول البرنامج راح يفهمه، راح يفهمه انه عباره عن جدار وول، حتى لو ما تخليه انت فهو راح يفهم شنو هذا الفوق وول، بس انت فهمه انه انا عندي بس اني المهمات عندي. راح يجي واحد يقول زين البيد والليفت والرايت ليش مخلي كل واحد واحد، هذا الرايت هذا البيد الليفت وهذا البيد، شوف هذا البيت حدد لي اياه. انا اقول لك ليش بالباوندري كونديشن، بعدين بالخطوات اللي بعد هي راح تذكرون هاي المعلومه، راح وبالريزلت ايضا بالريزلت حتى يسهل علي امور العرض. يعني مثلا اريد اعرض بس هذا السايد حتى يوضح لي، اكو ناس تعرض المهم توضح النتائج مالتها، فاكو اكثر من طريقه للعرض، فهاي بعدين تذكرون بها. ليش ما ربطت هنا كتبت مثلا سايد وور بدون ما احدد هنا؟ كل ما تحدد كل ما افضل يكون عندك البارتات، كل ما تحدد كل ما يكون افضل عندك. فجد المهم عندك انه تحددين وحده وحده. البيد ليش حددته وحده؟ ليش ما تحط وايد سايد؟ لان البيد عندي اني بشيل ستريس، فهاي الفقره جدا مهمه تتبونها. هاي خلصنا الميشين، هسه راح نعبر على الخطوه اللي بعدها وراح نكمل وياكم بعد الخطوات اللي بعدها. هسه ايش كملنا؟ كملنا الجيومتري والميشين، وقلنا هذا الميشين راح يكون عندنا محاضره خاصه به بتفاصيله بانواعه كيف تسوي ميشين بكل تفاصيل، راح تكون مقاطع صغيره حتى تكون واضح كل ميزه شلون نشتغلها. طبعا راح يختلف الميشين من كيس الى كيس، وايضا الحاله المثاليه لكل كيس ايضا راح تختلف حسب ما عندك الكيس مالتك. اوكي، هاي ضروريه جدا تتمرن عليها. هذا احنا هسه خلصنا، عرضنا هذا الجيومتري وعرضنا هذا وعرضنا الميشين، هسه راح نضبطهم للانسج فلويد. يعني احنا ايش قلنا هذا البريبوستيك هو هذا جيومتري والميشين، ايضا عندنا السوليوشن هو هذا راح يكون عندنا المهم. هسه احنا خلصنا هذا الكيس وهذا الحاله، يعني هذا التول. هسه وصلنا بهذا التول، اول ما راح تفتح التور راح تقول عندنا اكثر من بارتات. انتبهوا هنا على اليسار، هذا هنا جنرال وهنا الموديلات ماتيريال سيلز الباوندري كونديشن والى اخره. هنا جد المهم اول ما تدخل هنا تقول تشيك، اول ما تدخل على اساس احنا الكيس مشتغلها، فما راح ارجع عليها
واسويها. يعني اول ما تدخل هنا اول شيء تقول لها تشيك، في حاله تقول لك اوكي ما عنده مشاكل خلاص تعبر وانتهى الموضوع. هذني الفيروسيتي فورميليشن اما التايب بالنسبه للسولفر، يعني اكو بريشر بيست واكو دنسيتي. طبعا انت تقدر اكو في شيء اسمه الهيرب ضمن كل نافذه، تقدر راسا يدخلك نص بويل برنامج اكو يسموه يعني الهيرب مالته او المانوال تنصب مع البرنامج، فراح يكون كلش مفيد لك. فانا اهم شيء عندي الجريان مالتي ترانزيشن فلو، يعني حسب الكيس مالتي ترانزيشن. يجي واحد يقول لي ايش ترانزيشن؟ لان انا بالبدايه عندي الحاله ستدي انه ماكو اي ستراكشر، بعدين خليت ستراكشر يصير ترانزيشن، بالاخير يصير ستدي، يعني ستدي يعني ستدي ستدي يسمون ترانزيشن فلو. الجرافيتي ليش شغلتها؟ اكو ناس تفعلها اكو ناس بالحاله البايبس لا تفعل هذا الجرافيتي، ما يحتاج. لان البايبس شنو عباره؟ مو على الجرافيتي، يعتمد على البرجر على الضغط بسرعه. انا هنا ضغط جوي، جرافيتي يعتمد على الجاذبيه الارضيه لانه قناه مائيه فيسموه بارشال فلو، يعني مو فولي فلو. بالنسبه للبايب فهو ضمن الفولي فلو، فانت ما يحتاج الى جرافيتي. مجرد حددت، حددت شنو؟ اشوف اني الاتجاه للاعلى يا هو اللي عندي مال المي، انا عندي الواي هو اللي مخليه عمق القناه او ارتفاع القناه، اذا الواي هو الشغل اللي راح يكون بي جدا مهم. هاي الفقره انتبهوا لها، فخليته بمن؟ خليته بالاتجاه السالب للجاذبيه عكس، هذا اللي نعرفه. تمام باحثينا، انتبهوا على هاي الفقره. اهم شيء انت اذا شغلك اوبن شانل فتعرفون كلش زين، احنا الاوبن شانل يعني يشتغل معادلات بيمن بالجرافيتي. اذا الجرافيتي ضروري تحددوها باول خطوه بالفلوينت اللي هي هنا نحددها. اكو ناس راح ترسم حسب كل برنامج، اكو ناس راح تعتبر مو الواي هو الارتفاع مال القناه، ممكن تسوي الزد، يعني هم اكو مشكله. ممكن تشتغل البلان هو اكس واي والزد هو الارتفاع. انا اللي يهمني شغله واحده، انت تشوف اتجاه مالتك الجاذبيه وين تشتغل عليها. بما انه عندي الواي للاعلى وانا جاذبيتي للاسفل، اذا انطي ماينس للقيمه اللي راح اخليها مال الجاذبيه. واحنا كلنا نعرف مقدار الجاذبيه هو 9.81 متر بير سكند سكوير، هاي لا حد ينساها، جدا خطوه مهمه هنا ضمن الجنرال السيستم مالتك. وراء ثاني خطوه حتى يفهم البرنامج، انت اول خطوه حددت انه الجريان مالتك شنو نوعه، حددت الجرافيتي. ثاني خطوه للبرنامج تعرفون انت تفهمه، انت تعرفه، هو ما راح يفهم الحكي الا انت تقول له. ليش؟ لان هو عنده يشتغل هذا البرنامج اساس فلوينت، مو فقط اوبن شانل فلو ولا فري فلو، ولكن اكثر من نموذج، اكثر من موديلينج، فانت ضروري هنا تفهمه. اهم موديلات اثنين عندنا هنا، اهم موديلين ضمن الاوبن شانل فلو، خاصه اللي يشتغل هيدروديناميك وليس مورفولوجي، يعني ما يشتغل سيدمنت ترانسبورت وغيره، يشتغل هيدروديناميك من ناحيه التغير بالشيل ستريس والتغير بالسرعه وغيرها من المتغيرات اللي عندي التيربلنس وغيره. فراح يكون عندي هي اولا المالتي فيسز شلون احدد اللي عندي. بما انه انا عندي اوبن شانل فلو، اذا عندي كم فيسز؟ اذا تو فيسز عندي اللي هو الهواء والماء. كم فيسز عندي؟ تو فيسز، الهواء والماء. تمام، هاي شباب انتبهوا لها جدا مهمه. اول ما راح تلقى طبعا هنا احنا عندنا فيسز محدد اثنين، حددت الطريقه. طبعا هاي عده طرق عندك، عندك المكستشر الويست ستيم، هنا اشتغل بنظام البخار ما بخار. فانت اهم شيء عندك انت تشتغل الطريقه المهمه بالفري فلو او بالاوبن شانل هي الفوليوم اوف فلويد. فوليوم اللي هي الاوف فلويد اللي هي طريقه حجميه، يعني حجم من الماء او حجم من الفلويد بغض النظر كان ماء او غير ماء اللي هو يتحرك بالقناه. فاذا الطريقه المهمه اللي عندي ومن اهم الطرق بالاوبن شانل فلو هي وبالبرنامج الاساسي هي الفوليوم اوف فلويد. هاي جدا مهمه لازم واحد ينتبه لها. حددت فوليوم اوف فلويد، حددت انه راح يجي لك اكسبلسيت وامبلسيت. شنو هاي اكسبلسيت وامبلسيت؟ بما انه انا اللي هاي قلنا المحاضرات هاي هي موجهه لمن؟ الى طلبه الدراسات العليا ضمن تخصصات الهندسه المدنيه ضمن الموارد المائيه من ناحيه اذا كان هيدروليك هيدرولوجي، يعني بغض النظر عن التخصص فراح يفهم الحكي مالتي، او بغض اي واحد مهندس دراسات عليا او عنده معرفه قويه بالنيوميركال ميثود بالطرق العدديه، فراح يفهم شنو الفرق بين الاكسبلسيت
والإمبليسيت. بصورة مبدئية حتى يكون عندك معلوم، احنا عندنا العددية دائما شو يسوي؟ يشتغل اللي هي ايتريشنز، فكل ايتريشنز بمجموعة من الستاب، مجموعة من المتغيرات. فبالإكسبليسيت شو يفرض؟ يقول لك انا الانيشال مالتي راح يكون عبارة عن مجموعة من القيم المعلومة لمتغير واحد مجهول فقط، ويصعد انه بالخطوة البعد هي راح يكون مجموعة عكسه، يعني راح يكون مجموعة من غير معلوم ومعلومة واحدة فقط. اما الامبليسيت فراح تكون عكس شنو؟ الانيشال مالتي راح يكون عبارة عن مجموعة مجاهيل لقيمة واحدة دخلتها انيشال. فهذا اللي يهمني، فالامبليسيت جدا مهم، هنا عندي انتبه لها جدا مهم. عندك هذا الفوليو فراكشن، طبعا انا مخليه على ديفولت 10^6، اللي كلش تمام عندي 10^6 على ضمن المايكرو، فانا للمليم كلش تمام، ضمن المايكرو بعد اكون ادق اكثر، فهذا كلش كافي. هسه يجي واحد يقول اقدر استخدم غير شيء؟ طبعا تقدر تستخدم غير طرق، ايضا تقدر تدخل على المعادلات وتحدد حسب الكيسز مالتك، حسب الدقه مال الكيسز مالتك. كمل لكم محاضرة. عندنا هنا اللي هو الشارب والشارب ديسبريست، وعندنا ديسبريست، هاي هذني شيء مثلين، هذني مثلين انترفيس مودلينج، نمذجة التداخل اللي يكون. شو وقت هذا يتفعل؟ هذا يتفعل في حال عندي مالتي فيسز، بما انه انا عندي مالتي فيس موديل فعلت، يعني مثلا بالبايبس ما راح يتفعل. ليش؟ البايبس عبارة عن جدار حديدي، اهم شيء الفلويد، الفيسز يدخل ضمن الفلويد، الفلويد مالتي عبارة عن ماء او زئبق او اي مادة كانت. اما في حالة الاوبن شانل راح يكون عندي مالتي فيسز اللي هو عبارة عن الهواء والماء. زين، يجي واحد شو يقول؟ يقول هل ممكن يكون 3 فيسز؟ ممكن. هل ممكن يكون 4 فيسز؟ ممكن. شلون؟ التو فيسز عبارة عن قناة بها ماء وهواء، احنا نعرف انه هواء بالاعلى والماء موجود وجرافيتي يشتغل وما عندنا اي مشاكل. نجي راح يقول لك زين 3 فيسز، اوكي في حالات المد. شلون يعني؟ يعني مثلا عندنا كيسز موجوده عندنا معلومه في بعض الدول هو اللي موضوع المد شنو، خاصه لرجوع المياه المالحه. فش راح يكون عندنا؟ راح يكون مثلا بالانلت فريش ووتر، بالاوتلت راح يتقسم عندي بالبيد راح يكون مثلا انلت، بالاعلى راح يكون عندي اوتلت، عندي راح يكون عندي يعني الاوتلت راح يتقسم داخل وخارج، عباره عن الداخل مالتي هو عباره عن الجنان العكسي اللي يصير عندي اللي هو المياه سيلت ووتر وغيره. زين، هسه يجي واحد يقول لي زين اكو 4 فيسز 5 فيسز؟ اي ممكن. شلون يعني؟ مثلا انا عندي ريفر معين، عندي هذا هواء وعندي ماء يشتغل، هاي 2 فيسز. اجت لاترال فلو، قلنا مثلا صار عندي عكسي جريان، هاي ايش قد؟ 3 فيسز. صار عندي ملوثات تنذب مثلا بالنهر من قبل محطه، العفو مثلا مال المجاري، او عندي محطه لملوث المخرج ملوثات لمستشفى معين لمصنع معين، انتم تعرفون هذا الملوثات تعتبر على مجموعه من المتغيرات، يم يكون داخل ضمن خصائص متغايره ضمن غير الفيسز، اذا راح يكون فيس جديد، اذا ايش راح يكون عندي؟ مالتي فيسز. هل راح يكون نفس الموديل اقدر انمذج؟ لا، ديش الساعة راح يتدخل عندي موديلات أخرى ممكن نشتغل عليها، وإذا اشتغلنا هيك الشغل إن شاء الله راح أعرض لكم إياه بكل تفاصيله. فأنا هنا هاي اللي عندي مهم، ما عندي أي شيء ثاني مهم. ثاني شيء عندي هذا الموديل، ثاني شيء عندي طبعاً إحنا الفيسز، البرايمري فيسز قلنا الهواء، السكندري فيسز هو منو؟ هو الماء. اذا فوليوم فلويد دائما انتبهوا، اخلي سكندري فيسز هو الماء. ليش؟ لان الشغل راح يكون على اساسه المين دي يدخل للقناه، هاي جدا مهمه عندنا. والفيسز سيت اب راح يبدي منين؟ من الووتر، ونحدد هنا طبعا فيسز ماتيريال هو الووتر ليكويد نظيفه، يعني هنا انا عندي البرايمري هو هواء، اجي هنا السكندري راح احدد انه ووتر، وضمن الماتيريال هنا انتبهوا ماتيريال هو الووتر ليكويد. عندنا اي تغيرات؟ ممكن ناخذ تغيرات اخرى وندخل ضمن الدنسيتي مالته والفيسكوسيتي
مالتي زين. راح يجي واحد يقول زين ما عندي ووتر، عندي سولت ووتر، ماكو مشكله. انت تجي تكتب تغير الاسم هنا مثلا، تكتب سولت ووتر تغير، تجي تغير الخصائص، ايش قد الديرسيتي مالتك، ايش قد الفيسكوسيتي مالتك، على حسب اي سائل كان عندك. هاي انتبهوا لها كلش زين، تمام. هاي انتبهوا لها كلش زين. راح نجي شغله ثانيه جدا مهمه. اكو شيء عندنا اسمه التنشن، سيرفس تنشن. هذا سطح الشد اللي يصير عندي لوحدات النيوتن بير متر. هاي شو وقت يصير عندي؟ يوم يكون عندي تداخل ما بين سائل فلويد، العفو بفلويد، يعني مو ليكويد بليكويد، لا فلويد فلويد. يعني مثلا عندي الفلويد شو يقصد اما ليكويد او غاز. فاذا يوم يكون عندي تداخل ما بين مالتي فيسز راح يكون عندي بيناتهم مثلا بين الهواء والماء القيمه مالته معروفه او بوينت او 7.2. اكو مثلا تقدرون تروحون ترجعون الى تندرات خاصه، ترجعون معادله تحسبوها، ممكن تبحث على الانترنت وتعرف. واللي عنده معرفه قويه بالبيسكس بالماتيريال اكيد راح يعرف القيمه هاي موجوده اللي هو سيرفيس ستيشن. اكو عدد ثوابت ما بين الهواء والماء، هو سيرفيس ستيشن ما بيناتهم هو او بوينت او 7.2. لهنا هاي جدا مهمه عندنا، راح نعبر هنا مالتي فيسز. اذا انا ايش عندي اول موديل مالتي فيسز، تقريبا حكينا الاهميات مالته، اهم شغلات ضمن الاوبن شانل والشغلات اللي لازم انه احنا نفعلها. الموديل الثاني هو الفيسكوستي او بمعنى اخر التيرمينلز. هنا انتبهوا لي جدا 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 زين، انتبهوا لي. راح نجي نفتح هنا عندنا النافذه حتى تعرفون. على يساركم عندنا مجموعة من الموديلات مال التيرمينلز، كي ابسيلون كي اوميجا. هنا عندنا من المشهور بيناتهم، يعني المشهور عندك كي ابسيلون كي اوميجا. شنو مشهور؟ مشهور احنا ما عندنا نعتمد على الشهرة، احنا ناس علميين نعتمد على المعادلات. المشهور اقصد بالاستخدام، يعني شاعة الاستخدام اللي ثبتت الدقة مالتها. تدرون انت عندنا اكثر من طرق، ممكن بعض الطرق ثبتت الدقة مالتها، ممكن ما ثبتت الدقة مالتها. فاحنا عندنا مثلا ضمن المعادلتين عندنا كي ابسيلون كي اوميجا، تبدي النور تصعد الى حد ما توصل الى سبع معادلات. عندنا رينولدز ستريس، عندنا اضافات جديده، وعندنا اللارج سيميليشن من اقوى الموديلات اللي موجوده بالمحاكاه. هسه تجي تقول لي زين انت مثلا انا حاليا مأشر كي اوميجا، ليش؟ لان انا الدراسه مالتي او الموديل مالتي، احنا تعرف انت مهندس، انت تباع على روحك ليس كباحث فقط وانما كمهندس، بمعنى انا اشوف الطريقه اللي تعطيني او الموديل اللي تعطيني نتائج جيده باقتصادية بأقل وقت بأقل كلفة. أنا إذا زيدت الموديلات راح تزيد، بما أنه خسرت وقت يعني خسرت كلفة كوست. فأنا هذا المهم عندي، أنت كمهندس لازم تفكر بهالعقلية. زين شلون وصلت إلى هذا المستوى؟ بعد ما قرأت ضمن الليترشر ريفيو، قرأت مجموعة من البحوث، قرأت مجموعة من النيوميريكال بالإضافة إلى المانوال، بالإضافة إلى عملت أنا قبل ما أبدي بالموديل مالتي عملت تجارب كثيرة ضمن الموديل حتى أنا أصل إلى قناعة وقارنة، سويت فيريفيكيشن فاليديشن يعني مع قيم إكسبيرمنتر حتى ثبتت إنه هذا الموديل تمام عندي وما عندي أي إشكال به، وخليت القيم ذني الموديل كونستانت، يعني ما سبب لي مشاكل، هي ضمن الديفولت ما تلاعبت بيها. لكن أنت كل متغير منها ممكن تلاعب به، ممكن تدخل انت على المنوال وتعرف كل موديل ومعادلاته، لكن انا بقيته نفس ما هو، ما سبب لي اي مشاكل، وصلت الى مرحله الفاليديشن كل جيده. تاريخ كي اوميجا، وعندنا الكي اوميجا اس اس تي، اكو هناك كي ابسيلون، كي ابسيلون بي ثلاث موديلات اللي هو الستاندر وعندي الرانج وعندي ريلايزبل. ريلايزبل اقوى شيء بالكي ابسيلون، ممكن الكي ابسيلون ستاندر. بصورة عامة الكي ابسيلون تشتغل على التيربرنس اللي يكون جدا مهم انتبهوا له. الكي ابسيلون راح يكون يشتغل على التيربرنس اللي يكون ضمن سطح القناة، او بمعنى كل ما تبتعد من جدار الصلد، كل ما تبتعد يصير عندك تيربرنس بالسطح مال المي، تبتعد من جدار الصلد راح يكون عندك الكي، يعني اذا انت شغلك بهالمكان راح يكون الكي ابسيلون يتوافق معك 100%. تاخذ ريلايزبل كي هنا تحدد اللي هو ريلايزبل كلش تمام. لكن انت اذا حددت كي اوميجا
شوف هناك امسونا متغيراته قليله، كي اوميجا متغيراته اكثر، كل ما تزيد المتغيرات كل ما يكون عندي دقه اكثر. ليش؟ يعني اكو معايير دخلت ضمن المعادله اللي تخص الكربنس. الكي اوميجا عندي موديلات عده، افضل شيء طبعا هو الشيل ستريس ترانسفورم. طبعا الستاندرد مال كي اوميجا شو اشتغلوا؟ اشتغلوا على التيربلنس اللي يكون قريب من الجدار. اكو ناس يقول لك انه التيربلنس اللي يكون بالقرب من قاع النهر او بالقرب من قاعده القناه، هي مو هذا المعنى مالته، وانما اللي يكون قريب على الجدار، يعني قريب على السايد، قريب على البيت، قريب على اي جدار ممكن يكون بتيربلنس. فراح يكون عندي مثلا بالابستريم مال وير يكون عندي مرات عندي تيربل الفورتكس يتكون وتيربلس، هو هذا، فهو هذا الكي الاوميجا. فانا هنا اخترت الاس اس تي اللي هو الشيل ستريس ترانسبورت. ليش؟ شو السبب اختياري بهذا الموديل؟ لانه يعطيني دقه عاليه ضمن البيت اون السيرفس، يعني كل ما يعطيني التيربلس يكون قوي بالبيت قاع القناة او كل ما يكون قريب على الجدار، وايضا كل ما يكون بعيد على الجدار راح يعطيني التيربلس، فراح تتكون عندي الفورتكس بصوره واضحه جدا، وما راح احتاج الى موديل اللارج ديسيميليشن. لارج ديسيميليشن يظهر الفورتكس بصوره دقيقه جدا، ولكن يحتاج وقت كلش هواي. احنا ايش قلنا الوقت مهم، عامل مهم انت كمهندس انه تطلع الافضل انتاج بأقل تكلفة، وبالتالي هنا أدي الوقت هو التكلفة الحقيقية، كل ما زيد أدي لها. مثلا على هذا الموديل كانت الران الوحدة أو التحليل الواحد يطول عندي كمدة. طبعا مواصفات حاسبتي مواصفات جيدة، وإن شاء الله راح أسوي لكم مقطع فيديو خاص بمواصفات الحاسبة اللي تكون جيدة ضمن السي اف دي، وشنو الشغلات المهمة ممكن أزيدها، وشنو الشغلات اللي أنتبه عليها ضمن الموديل مالتي. طبعا كل ما زيد اللي عنده امكانيه ماديه عاليه ممكن يكون يخلي مثلا يسوي نتورك كامل من الكيس مال الحاسبات، ممكن يكون مواصفات تعلى فقل عندك الكلفه، لكن ضمن نفس النطاق لاي طالب باحث حاليا، فنطاقه هو عباره عن لابتوب بشكل بسيط، فراح تكون مواصفاته بسيطه نوعا ما، فراح تكون الرنه ما بين 3 أيام الى 5 أيام بمعدل تشغيل 18 ساعة باليوم. 18 ساعة يوميا كنت اشغل الحاسبة من 3 أيام الى 5 أيام الموديل يلا اوصل الى النتيجة النهائية. فهذا هذني اهم متغيرين عندي ضمن التيربلنس موديل، وان شاء الله راح يكون كل شيء عندكم واضح. وراها احنا ما عندنا مشكلة بعد بيها ضمن الماتيريال. هنا نحدد انه الووتر والهواء، وهاي انت راح تلقى بس الهواء، انت تدخل الليكويد بالموضوع وتشتغل عليه، هذا جدا مهم. وضيفه تروح منها مثلا فلوينت داتابيس، وراها تفتح عندك تختار اللي عندك انت مثلا ووتر ليكويد، وراها تسوي له كوبي نوب اضيف اذا انت كنت بضايفه، يعطيك هالخصائص كلها. اذا عندك خصائص تريد تغيرها فمن حقك انك تغيرها او تختار الى ماتيريال اخر. طبعا البرنامج يحدد لك ماتيريال، بالاضافه الى ذلك اي شغله تبوا عليه شباب، اي شغله ما تتحدد بالبرنامج ممكن استخدم طريقه اليوزر ديفايند اللي احددها اللي ابرمجها، يعني اروح ادخل الماده الماتيريال ضمن برنامج معين اللي هو برمجه سي بلس بلس بايثون غيره، وداخل البرنامج، لان البرنامج قلنا عنده متغيرات فوق وعنده متغيرات راح تكون موديفولت انتبهوا عليها. الفقره الثانيه اللي عندي اني اللي مهمه طبعا فقره انه البوندري كونديشن. البوندري كونديشن قلنا البيت، انا ايش عندي بالبيت؟ هو عباره عن ذكروا لي قلت لكم انا بالميش انه البوندري كونديشن مهمه، هسه راح نجي. هذا البيت هو عباره عن وين راح ياخذه، بس غيرت فقط انه الرفنس هايت مالتي. هذا شيء يمثل لي الرفنس هايت؟ تبوا علي شباب، قاع القناه او اذا عندك اي ماتيريال تروح تطلع الرفنس مالته. الرفنس هايت ضمن السوفت وير هو يتوافق مع
الدي 50 إله يتوافق مع الدي 50 إله، فانتبهوا عليها الفقرة كل زين إنه أني يتوافق عندي مع الدي 50. فهنا طبقة الدي 50 حسب مالتي حسب الماتيريال مالتي يعني. ايش عندي بعد يعني السايد البقيه ما عندك اي تلاعب بيها، لانه هو راح ياخذها هو وانت ما راح يهمك اي تفاصيل بيها الا في حاله انت عندك متغير عندك في العامل احتكاك بالسايد وغير. انا السايد عندي فلون مختبري، السايد كان عندي زجاج، بما انه زجاج الزجاج سموث فما عندي اي متغير بيه. عندي البوند الكونديشن هو عباره عن تصريف بالابستريم اللي هو بالالت، وبالداون ستريم او الاوتلت هو عباره عن يونيفورم ديبث. فانا عندي هنا هنا راح ندخل على الالت. الالت اول ما راح ندخل له راح نحدد اللي هو عندي انا هنا مختار المالتي فيسز عندي موجود اللي هو شغلتين راح يتفعل. انا عندي الماس فلو طبعا انا حددت منه، انتبهوا عليه شباب ارجع اوضح لكم منا الالت ضغطت عليه اجي هنا احدد البوندري. هذا البوندر مال الالت عندي اكثر من بوندر، مثلا اذا عندك مثلا انتيك فان شوف شنو عندك انت بالبدايه او اوتليت غيره كله موجود برجر الالت فيلوسيتي الالت. فهذا قصد هنا ايش تقدر بما انه اوبن شانل فلو ما عندك الا ثلاثه خيارات ماس فلو الالت فيلوسيتي الالت برجر الالت. تمام شباب هاي انتبهوا عليها بما انه اوبن شانل فلو اذا ما عندك غير الخيارات الثلاثه او تقول يا بالابستريم مالتي حكمه معادله اذا افطر وين اروح افطر اروح الى اليوزر ديفايند فانكشن الى معادله تحكم عند الالت. هاي جدا مهمه عندي انتبهوا لها. بما انه حددت ماس فلو اضغط انا عليه حتى اشغله راح يطلع لك عندك المومنتم هنا وعندك المالتي فيسز هنا. المومنتم فانت ما عندك انت الريفرنس مالتك الابسوليوت ابسوليوت ريفرنس مالتك ابسوليوت برجر وعندك اللي هو هنا نورمال تو بوندري. يعني شنو يعني هو انت البوندري مو عرفتهم فهو راح يشتغل طبيعي او عمودي للبوندري ما راح يتعرف غير ضمن البوندري ضمن الاتجاهات الطبيعيه. انت حددت الجرايين مع اكس اكسس جرايين راح يكون عندي مع الاكس اكسس. ايش عندك؟ عندك متغيرين مهمه هنا راح يظهر لك اكثر من شغله كيو اوميجا وغيره. انت ايش عندك؟ عندك انه متغيرين مهمه اللي هي الانتنسيتي اند هيدروليك دايمتر. كل واحد له معادله وانتم اكيد تعرفون معادلاتهم، اذا ما عرفت تقدر تروحون للهيل يطلع لك المعادله مال اي شيء عندك بالنافذه. فهاي هم انتبهوا لها جدا مهم تتعامل وياها. ف يعني جدا مهم. شوف هالثانية هنا انا معرف الهيلب وياه، فبس دست هيلب طلع عندي الملف اللي خاص بهاي بالواجهة، فطلعت لي الواجهة اللي هي الماس فلو انلت الدايلوج بوكس اللي هو نافذة الحوار، وراح يعرف لك كل وحدة وكل تفاصيلها وشلون نتعامل وياها. تمام شباب انتبهوا عليها هاي الفقرة جدا 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 مهمة استفادون منها. والمالتي فيسز، المالتي فيس شنو؟ انا عندي الووتر، الووتر ايش قد عندك الفري فلو؟ هنا انا بعد عمق، يعني انا عندي البوتوم مثلا خلينا نقول هنا 0.04 لان انا كنت معلي عندي سلوب فهذا البيد مالتي، وعندي العالي مالتي ايضا موجود، فانا هذول الاثنين جدا مهمات عندي. حددت اللي هو عمق يعني، اما الاوتليت فمجرد حددت فقط العمق. بدون ما احدد اي شيء، مجرد قلت له يابا انا عندي هذا الجريان هذا التيربلنس مالته ايش قد حددته، وايضا حددت اللي هو صفر عندي البوتوم ليفل بالداون ستريم او 0.075 مثلا عندي متر اللي هو سيرفس اللي هو طريقه الفري سيرفس ليفل فري سيرفس ليفل. انتبهوا عليه كل الزين هنا عليه. هاي اهم بوندري تقريبا عندي ما عندي اي تفاصيل. فهذني كملتها وراح شغل له وراح عندي شغله مهمه جدا. احنا مو عندنا شيء اسمه بوندري كونديشن، عندنا شيء اسمه اوبريتنج كونديشن، شروط اللي هي تحددني او تحيطني او محددات تثبتني، واكو محددات هي مسؤوله عن التشغيل. اوبريتنج شنو الاوبريتنج مالتك؟
انت قلت لي انه عالي جرافيتي. بما انه جرافيتي ضغط جوي، اذا نتعرف الضغط الجوي 101 الف باسكال قيمه مالته. اذا انا ايش راح اقول؟ راح اقول يابا الواي مالتي جرافيتي والضغط الجوي مالتي هالقد. اذا واقول اوبريتنج دنسيتي اللي متحدد مالتي هاي موجود اللي هو كونستانت 1.25. تمام، هاي جدا مهمه عندي تنتبهوا لها، انه هو هذا المسؤول على تشغيل مال بوندر مالتك. حاليا انا ايش سويت؟ حاليا عبرت المرحله هاي، كملت السيت اب، هسه ابدي بالسوليوشن. السوليوشن عندك طرق انت معتمدها راح تكملها. بما انه المحاضره طالت هاي، ان شاء الله المحاضره تجي راح نكمل السوليوشن والسي اف دي بوست. حاليا راح اتوقف الى الجيومتري ميشن والسيت اب على مود يكون اطول محاضره. محاضره تجي راح تكون عباره عن سوليوشن والريزلت مالي. ان شاء الله راح تكون هاي المحاضره مفيده. دمتم بخير.